التكريم اللي تم لي اليوم الله يجازيكم بخير، هذا تكريم في الزمان وفي المكان من أخلد اللحظات عندي. علاش؟ لأنه المناسبة ديال عيد العرش المجيد، الذكرى ديال تربع سيدنا الله ينصرو على العرش ديال الأسلاف المنعمين، ثم أنا هنا في هذا الصرح الكبير اللي هو ضريح مسجد الحسن الثاني، وما أدراك ما الحسن الثاني. الحسن الثاني عاش ملكا ومات ملكا. اللحظة اللي كنستحضر انت يا وطن ليك مكرم وطن الجمال، استحضار الوفاة ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله، هذيك لحظة فارقة. هذيك تصور أنني كنت خارج عطلة، فإذا بي كنسمع بالنبأ الحزين كنرجع. أنا ما فهمتش، لأن طلقت الراديو وتلقى القرآن الكريم، قلت شي حاجة ماشي هي هذيك. رجعت للإذاعة، صافي بقى الارتباط بالاستوديو طيلة 3 أو 4 أيام متتابعة. صعيب أنني نشرح لك هذه اللحظة أو نعبر لك على ما كنت أحس به في ذيك اللحظة، لأنني أنا اللي كان أخبر أنه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله التحق بالرفيق الأعلى. صعبة جدا، ومع ذلك تحملتها، لأن المهنة تتطلب مني أن أخبر وأن أبلغ وأن أوصل الخبر، وكانت يعني أعطت المغاربة واحد التوجه، وهي اللي خلت الناس، لأنه الناس الصدمة كانت قوية جدا، ما يعرفش اش يدير، ولكن شاف قدر الله ما شاء فعل، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.